جنوتوكس. أهلا بكم متابعي جنوتوكس. في هذه الحلقة سنتعرف على برنامج يتيح لك تهيئة الفلاشة وحرق توزيعاتك عليها بكل بساطة، وتهيئها بمرة واحدة فقط وحرق أكثر من توزيعة على نفس الفلاشة بطريقة سهلة وبسيطة. البرنامج هو فينتوي من خلال موقعهم الرسمي vintoy.net. البرنامج متوفر لنظام الويندوز ونظام جنو لينكس. لنظام الويندوز متوفر بواجهة رسومية، ولنظام جنو لينكس متوفر عبر الطرفية. يكفي الدخول على الموقع ونأتي إلى داونلود، ثم نختار النظام الذي نعمل به. أنا أعمل عبر جنو لينكس، أختار نسخة جنو لينكس ثم التحميل من هنا. بعد تحميل البرنامج نفتح الملف أو المجلد الذي به أوبن فولدر، ثم نقوم بفك الضغط عن الملف. بعدها نقوم بالدخول إلى مجلد البرنامج. هذه الملفات، وهذا هو الملف التنفيذي بامتداد SH. سنفتح الطرفية هنا ونقوم بتفقد USB أو مفتاح الذاكرة الخارجي من خلال أمر LSBL key. هذه هي الفلاشة أو مفتاح الذاكرة بامتداد SDD. بالنسبة للتثبيت كما جاء في الموقع الرسمي للبرنامج، طريقة موضحة هنا، سنتخذ هذا الأمر ثم ندخل الأمر sh.vintoy2disk.sh ثم ناقص i ثم عنوان مسار الفلاشة dir sdb. يطلب مني الدخول أو تنفيذ الأمر بصلاحية الروت أو صلاحية الجذر. سأقوم بذلك من خلال كتابة سودو. سيطلب منك التحقق أو إعطاء الإذن من خلال الضغط على Y Enter وتحقق مرة أخرى، وسيقوم بتثبيت وتقسيم الفلاشة. سننتظر قليلا. ها قد انتهى. سنتفقد المساحة، سنجد أن المساحة واحدة فقط، لكن هي في الحقيقة مساحتين. تم تقسيم الفلاشة إلى جزئين، سنتفقد ذلك من خلال KDE Partition. كما تشاهدون هي مقسمة إلى قسمين. القسم الأول فيه النظام الذي يتعرف على ملفات الإيزو التي نضعها، وهو بنظام EXTFAT، والآخر بنظام FAT16. كل ما علينا الآن هو أن نأتي بملف إيزو واحد أو أكثر مثلا هكذا، ثم نضعه هنا كوبي. بعد نسخ هذه الملفات والإقلاع ستجد النسختين أو أكثر حتى ما تشاء حسب سعة الفلاشة لديك. ويمكن أيضا أن تضع ملفاتك العادية دون أن يؤثر ذلك على الإقلاع، لأن برنامج فينتوي يقوم بالبحث في المساحة والتعرف على ملفات الإيزو وجعلها قابلة للإقلاع. أتمنى أن يكون هذا البرنامج أفادكم وأعجبكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.